أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في أخبار اليوم ونشرة فنية جديدة هنتكلم فيها عن أهم الأحداث للفن والفنانين. شاروخان: تجمعني بكاجول كيمياء تتحول لسحر على الشاشة. أسامة هيكل: إغلاق الفراعين بعد إصرار عكاشة على عدم دفع مستحقات المديونية. ديل: النجمة التي تمتلك العالم بصوتها، كل أغنية بجايزة. نرمين الفقي: نفسي أخوض تجربة التقديم التلفزيوني. خالد الصاوي معترض على دعوة خلع الحجاب وأرفض انتشار الهوت شورت. محمد رمضان: نعين الضابط شهيد انفجار مدرعة بالعريش، الله يرحمك يا صديق. بعد أن جمعت الصداقة القوية بين نجمي بليوت شارون خان وكاجول لعدة سنوات، خلقت بينهم كيمياء واضحة على الشاشة. استطاعت أن تقودهما لتحقيق نجاحهما سويا بأعمال فنية، حيث أكد النجم الهندي شارون خان أنه افتقد التعاون مع الممثلة كاجول طوال السنوات الماضية. فبعد 5 أعوام عاد الثنائي للتعاون من جديد في فيلم جديد الذي ينتظره الملايين حول العالم. قال أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي أنه أرسل إنذارات عديدة لإدارة قناة فراعين دفع مستحقات المديونية المتأخرة، ولكنني فوجئت بإصرار مالك القناة توفيق عكاشة على عدم دفع هذه الأموال قائلا بالنص: مش دافع الفلوس. وكرر هذه الجملة على الهواء مباشرة من خلال أحد البرامج بالقناة. أنا بقى بقول لهم ما تتعبوش نفسكم، أنا القناة ستغلق عقب هذا البرنامج. أثبتت المطربة البريطانية أديل بعد طرح أغنيتها الجديدة هلو إنها قادرة على امتلاك العالم بصوتها مهما غابت عنه. فالمطربة لم تطرح أغاني منذ 3 سنوات، حيث أصدرت أغنية سكاي فيل التي استطاعت أن تحصد من خلالها العديد من الجوائز، وأهمها أوسكار أفضل أغنية، وهي الجائزة التي يلهث وراءها مطربين العالم. لكن أديل حصلت عليها بمنتهى السهولة. كشفت الفنانة نرمين الفقي في تصريح عن رغبتها في خوض تجربة التقديم التلفزيوني، وقالت نرمين الفقي: رغم حبي للتمثيل ورغبتي في التركيز في الدراما والسينما، إلا أنني إذ التقيت عرضا لتقديم برنامج يتحدث عن الإتيكيت والمودة فلن أتردد في اتخاذ هذا القرار. رفض الممثل خالد الصاوي دعوة خلع الحجاب التي انتشرت في مصر، مؤكدا انها المرأة المصرية ليست ماعز تجري وراء رغبات الغير. وايضا قال الصاوي: المرأة المصرية هي التي اختارت بنفسها شخصية وسبق واختارت قدوتها من الفنانين، وعليها الزور في الشكل التي ترغب به ويليق بها. عرب الفنان محمد رمضان عن حزن البالغ لوفاة أحد أصدقائه والذي استشهد في حادث انفجار مدرعة بمدينة العريش، نشرا صورة له بصحبته قبل الوفاة عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي بالفيسبوك.